شو بتلاقي الفرق بين الفريق شباب العربي اللي بتلعب معه اليوم مع فريق درجه اولى فريق شباب الساحل؟ شو حاسس بالفرق؟ اكيد يعني الدرجه الاولى بتختلف عن الفئات العمريه، خشونه وقوه. الفئات العمريه يعني بضلها صغار وهيك، بس فريق شباب العربي فريق كثير منيح يعني، وانا كنت بحبه كثير. وهلا شباب الساحل يعني العائله الجديده ان شاء الله.